في ختام اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر، عباس يعرب عن أمله في عقد لقاء قريب في مصر لإنهاء الانقسام. اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 78.8% ومؤتمر صحفي اليوم لإعلان كافة التفاصيل. تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 15 من أغسطس المقبل باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية. السادسة صباحا في القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود الرئيس السيسي ومصر لدعم القضية الفلسطينية، وفي كلمته في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العالمين الجديدة، ثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني. بهدف توحيد الصف، استضافت مدينة العالمين الجديدة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الاجتماع بحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. وخلال الجلسة الافتتاحية، وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين، مؤكدة دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية. وفي ختام اجتماع العالمين، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود الرئيس السيسي ومصر لدعم القضية الفلسطينية، مثمنا رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة وحرصها الصادق على إنجاحها. اسمحوا لي في نهاية اجتماعنا هذا أن أتوجه باسمنا جميعا وباسمي شخصيا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى مصر الشقيقة بعميق الشكر والامتنان على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما أعرب عباس عن أمله في عقد لقاء قريب في مصر لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا الاجتماع لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة. أطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات، وآمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. جهود دؤوبة تبذلها مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة لم شمل جميع الفصائل في ظل الأولوية الكبيرة التي يليها الرئيس السيسي لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانسداد السياسي من أجل إحياء مفاوضات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وإحياء ذكراها في كل عام.
لم تتأخر مصر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ولم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. فمصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية متقدمة في أجندتها السياسية. المزيد في سياق التقرير التالي. على مدار تاريخها تلعب مصر دورا محوريا لحل القضية الفلسطينية كأحد أهم ثوابت سياستها الخارجية، سعيا للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية على أساس حل الدولتين. مواقف عدة تجلى خلالها الموقف المصري الداعم لهذه القضية العادلة، أهمها تلك التي كانت حاضرة على اللقاءات والمحافل الدولية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد خلالها على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تدرك مصر أن حل القضية الفلسطينية يكمن في وحدة صف أبناء هذا البلد الشقيق، الأمر الذي جعلها تطلع بمهمة جمع شمل الفلسطينيين ودعم قضاياهم الداخلية، وذلك من خلال استضافة أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة مختلف الفصائل تحت رعاية الرئيس السيسي للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة. في مسارات متوازية صارت جهود مصر على صعيد القضية الفلسطينية، من بينها ضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته، حيث نجحت الجهود المصرية في التوصل لوقف لإطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة وسط إشادة دولية، ما يرسخ دور القاهرة كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقا من الدور المصري، تواصل الشركات المصرية تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها الرئيس السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح هذه العملية، هذا فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال معبر رفح لاستقبال الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. كما تسعى مصر جاهدة لحشد المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين ويحفظ كرامتهم وفقا لولايتها الأممية. اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور رضا حجازي نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 78.8%. ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة في إطار اهتمام الدولة برعاية مواطنيها في الخارج، ويشارك في المؤتمر الصحفي نحو 1000 شخصية من 56 دولة حول العالم يمثلون كيانات الجاليات المصرية بالخارج. وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المغتربين أن المؤتمر سيناقش محاور رئيسية تم التوصل إليها من خلال التواصل مع المصريين بالخارج، منها الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي والخدمي.
بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع، عقدت خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية. كما ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي، فيما ناقش لجنة المحليات على مدار الجلستين قانون الإدارة المحلية. واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بمقر أكاديمية الشرطة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي. إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية دورها المجتمعي في رفع وعي المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات، تواصل الوزارة تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية الموجهة للكوادر الإدارية بالدولة، حيث نظمت ورشة عمل للعاملين بوزارة التنمية المحلية وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بحضور خبراء ومتخصصين في هذا المجال، تطرقوا في محاضراتهم إلى كل ما يتعلق بمخاطر الشائعات على المجتمع وحروب الجيل الرابع التي تهدف إلى إسقاط الدول وكيفية التصدي لها من قبل أفراد المجتمع بعد تحصينهم فكرياً للرد عليها ومواجهتها. من أبرز الحاجات اللي عجبتني في الورش الصراحة واللي استفدت منها إن هي فهمتني إزاي أنا كموظف إداري تابع لوزارة حيوية زي وزارة التنمية المحلية، إزاي إن أنا أقدر أواجه أي حاجة ممكن تمس باستقرار الدولة من مكان عملي. طبعاً عرفنا أشكال كتيرة من حروب الجيل الرابع، من حروب نفسية، من ذكاء اصطناعي، إزاي بنتواجه داخلياً وخارجياً من قوة أخرى. الجديد اللي أنا استفدته إن أنا ما انصقش ورا الشائعات والسوشيال ميديا، وإن لو في أي معلومة على السوشيال ميديا لازم الواحد يدقق فيها كويس جدا. في اختلاف في المحاضرات نفسها، مش مركزة كلها في موضوع واحد، بس هي بتساعد الورشة بالكامل، بتحاول إن هي تديك معلومات مختلفة. وقد أشاد المشاركون في ورشة العمل بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي والتعريف بالإنجازات الوطنية وبناء مجتمع محصن فكرياً قادر على التصدي لمحاولات هدم الدول واستهدافها بالشائعات الهدامة. فهمنا يعني أمن قومي، يعني إيه إحنا إزاي بنتعرض لحروب مختلفة، مسمياتها مختلفة، أنواعها مختلفة، منها نحن إحنا لا نعيها، استفدناها في الورشة هنا جدا. دورنا احنا اللي جاي اللي احنا ننقله للناس. شكرا لوزارة الداخلية ان هي عملت ورشة العمل ديت. البرنامج ده رائع، ما كنتش متوقع ان في كمية الخبرات والعلمية اللي استفدنا بيها في الكورس دوت ورشة العمل ديت. معلومات يعني لو قعدنا سنين بره عشان ناخدها اتلمت هنا في خلال الورشة كلها بأعلى مستوى، بأعلى دقة، بأعلى كفاءة. انا اشكر كل قيادات الشرطة والداخلية على المقابلة الجميلة والورشة العمل المنظمة جدا اللي احنا فيها. وتأتي هذه الورشة استمرارا للمبادرات التوعوية التي تنظمها وزارة الداخلية وتستهدف بها فئات المجتمع، ونجحت من خلالها في بناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات الهدم والتشكيك في الثوابت والإنجازات الوطنية. أعلنت سلطة الطيران المدنية السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 15 من أغسطس المقبل. وأكدت سلطة الطيران السوداني أن القرار يستثني رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء.
تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك. وأكدت المنظمة أنها تتابع بقلق عميق تعدد حوادث الإساءة للمقدسات الإسلامية، مشددة على خطورة هذه الأعمال الاستفزازية. وأشارت إلى إجراء مشاورات مع مسؤولي الدول والمنظمات الدولية الشريكة لإطلاعها بالانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية. أفاد مسؤول أوكراني كبير بوقوع قتال عنيف في شمال شرق البلاد، مشيرا إلى أن قوات كييف تحافظ على مواقعها وتحقق مكاسب في بعض المناطق. وقال الجيش الروسي أنه أوقف القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي، وأضاف أنه أسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف موسكو وألحقت أضرار بمبنى شاهق يضم مكاتب حكومية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم. على الجانب الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية في زابوريجيا مقتل 2 على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة. من جديد، المسيرات الأوكرانية تصل العمق الروسي بعد هجوم استهدف العاصمة موسكو، رغم تهديد روسيا الأسبوع الماضي برد قاس جراء استهداف البنى التحتية على أراضيها. الهجوم الأوكراني أسفر عن تضرر واجهتي برجين يضمان مكاتب بشكل طفيف، فيما لم يسفر عن سقوط ضحايا حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية. أما وزارة الدفاع الروسية فقالت إنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في سماء موسكو، مشيرة إلى أن 3 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم، فيما أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار فانكوفو بالعاصمة موسكو أمام الرحلات المغادرة والوافدة. وقالت الهيئة إنه تم إعادة توجيه الرحلات الجوية بالمطار إلى مطارات أخرى. أوكرانيا لم تكف باستهداف موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات. وأضافت الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المبادرة الأفريقية يمكن أن تكون أساساً للسلام في أوكرانيا، لكنه أوضح أن الهجمات الأوكرانية تجعل من الصعب تنفيذها. على الجانب الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية في زاباروجيا مقتل 2 على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وقال سكرتير مجلس المدينة أناتولي كورتيف إن موجة الانفجارات الناتجة عن القصف حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا ومؤسسة تعليمية. كما أعلنت الشرطة الأوكرانية أن صاروخا روسيا استهدف منشأة تعليمية في مدينة سومي، ما أدى إلى مقتل 1 على الأقل وإصابة 5 آخرين. في الوقت الذي تكثف فيه كييف هجومها المضاد، قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة مواقع متقدمة للقوات الأوكرانية بالقرب من بخموت. وقال زيلينسكي إن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية تتقدم في اتجاه بخموت،
مضيفا انه وصل لتهنئه المحاربين الاوكرانيين في يومهم المهني، ويرفض زيلينسكي فكره وقف اطلاق النار الان، لان من شان ذلك ان يترك لروسيا السيطره على ما يقرب من 5 أراضي بلاده، ويمنح قواتها الوقت لاعاده تجميع صفوفها بعد 17 شهرا من الاشتباكات الطاحنه. هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف باستخدام الأسلحة النووية في حال نجاح هجوم أوكراني بدعم من الناتو، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب الأوكرانيين تدافع عن أرض روسيا وعن مواطنيها. وأعرب ميدفيديف عن ثقته بأن القوات الروسية تقوم خلال ذلك بمنع اندلاع نزاع عالمي، مقدما التهنئة بمناسبة حلول يوم القوات البحرية الروسية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الكونغرس الأمريكي لن يتدخل في عملية بيع غواصاته النووية إلى أستراليا. وأعرب بلينكين عن ثقته في وجود دعم قوي من الحزبين واستعداد الكونغرس للمضي قدما في مسألة الموافقة على بيع غواصات نووية لأستراليا. وبينما تتواصل مناورات تاليسمان سابر، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا التوصل لاتفاق يهدف لتوسيع نطاق التواجد العسكري الأمريكي في القارة، تزامنا مع إعلان كوريا الشمالية تعزيز العلاقات مع روسيا والصين. المزيد في سياق هذا التقرير. في ظل تسارع وتيرة الأحداث العالمية وتزايد خطورة التحديات الدولية، برزت التحالفات فيما يبدو كإجراء احترازي لاستعراض القوة. الولايات المتحدة وأستراليا أعلنتا توصل لاتفاق يهدف لتوسيع نطاق التواجد العسكري الأمريكي في القارة، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي لود أوستن ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلس تعزيز العلاقات الدفاعية للبلدين من أجل التصدي لبكين، فيما أكدت واشنطن تقديم المساعدة لكامبرا في إنتاج أنظمة صاروخية موجهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025. تصريحات الوزيرين تأتي في ظل تنفيذ أكبر نسخة على الإطلاق لمناورات تاليسمان سايبر بقيادة واشنطن وكامبرا قبالة الساحل الشمالي لأستراليا، والتي يشارك فيها أكثر من 30,000 جندي من 13 دولة. وهي المناورات التي قال عنها الجيش الأمريكي إن حجمها قد يكون له تأثير رادع كبير على الصين. التحالفات والمناورات المشتركة جاءت بتزامن مع إعلان كوريا الشمالية تعزيز التعاون مع الصين وروسيا، وذلك خلال استقبال زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الوفدين العسكريين للبلدين برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ. مسؤول بيونغ يانغ وبكين تعهدوا خلال اللقاء بتطوير العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى أفاق جديدة خلال التعامل مع الوضع الدولي المعقد، بينما أكد وزير الدفاع الروسي ضرورة تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية بما يحقق مصالح البلدين، مؤكدا أن بيونغ يانغ هي شريك أساسي لموسكو.
الاجتماع جاء بعد أن وقف مسؤولون من الصين وروسيا جنبا إلى جنب مع زعيم الكوري الشمالي في استعراض لأحدث الصواريخ ذات القدرات النووية والطائرات المسيرة الهجومية في عرض عسكري بالعاصمة بيونغ يانغ. التطورات الأخيرة تأتي مع تنامي توترات بين الغرب وحلفائه والكتلة الشرقية، في وقت تسعى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق تواجدها العسكري وتعزيز علاقاتها الدفاعية بالمنطقة المحيطة بالصين للتصدي لما تسميه نفوذ بكين الذي يتنامى على نحو متزايد. أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المؤسسة قد ترفع سعر الفائدة مجددا أو تعلق بزيادتها في اجتماعها المقبل، مؤكدة أن القرار سيعتمد على أحدث البيانات. ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم اليورو تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي في خضم سعيه لكبح التضخم المرتفع، ولكن لاغارد لمحت إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يوقف حملته قريبا، قائلة إنها منفتحة بشأن طبيعة القرارات المستقبلية. أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الأوروبي توقعات بحدوث تضخم أقوى خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك رغم زيادة أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي. المزيد في هذا التقرير. بعد توقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو صعوبة أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، أشارت رئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد إلى أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو قد تدهورت. وأظهر مسح ربع سنوي أجراه المركزي الأوروبي أن المحللين يتوقعون تضخما أساسيا أقوى مما كان متوقعا في بداية هذا العام. ورفع المسؤولون في فرانكفورت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، وربما يزيدون معدلات الفائدة مجددا في اجتماعهم المرتقب في سبتمبر بحسب وكالة بلومبرج. كان معدل النمو في إسبانيا قد تباطأ بالفعل خلال الربع الثاني من هذا العام عند مستوى 4%، فيما قال معهد إيفو الألماني إن النمسا شهدت انخفاضا أسوأ من ألمانيا مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% بالتوازي مع الربع السابق، في إشارة إلى ركود بقطاع الصناعة وخسائر في قطاع البناء. بيانات بنك بلجيكا الوطني أفادت أيضا بنمو الاقتصاد بمعدل أبطأ في الربع الثاني بنسبة بلغت 2% مقارنة بالربع الأول الذي حقق فيه الاقتصاد 4%، وعلى أساس ربع سنوي انخفضت القيمة المضافة بنسبة 1% في الصناعة. ومع إبقاء مكافحة التضخم المحور الرئيسي، قرر البنك المركزي رفع نسب الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، كما فتح أيضا الباب أمام التوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة في وقت تلقي فيه تكلفة الاقتراض الأعلى بثقلها على النشاط الاقتصادي الأوروبي. تأهل فريق الأهلي إلى منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر بفوزه على نظيره الداخلية بهدفين دون رد. اللاعب جنوب أفريقي بيرسي تاو سجل الهدف الأول للأهلي، ثم أضاف محمد مجدي أفشة ثاني الأهداف ليصعد الفريق الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي في ربع النهائي.
نهاية النشرة تذكير بأهم ما جاء من عناوين. في ختام اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر، عباس يعرب عن أمله في عقد لقاء قريب في مصر لإنهاء الانقسام. اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 78.8% ومؤتمر صحفي اليوم لإعلان كافة التفاصيل. تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 15 من أغسطس المقبل باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، أنا دينا سلامة.